why we're not. هذا ليس بداية علاقتنا بهذه الجامعة
العريقة التي نفخر بقيادتها للتعليم من النوع الجديد، أي التعليم الجديد غير التقليدي، ونحن نعتز بشراكتنا مع مدرسة جوبيل. هذه المدرسة ننظر لها إلى أنها حاضنة الإبداع الرقمي، وأنا أتشرف أني سنوياً أرعى حفل المبدعين في هذه الكلية، والذين هم سيصنعون المعرفة في المستقبل، والمعرفة هي المستقبل. في المستقبل هي الطريق الوحيد لصنع الثروة. لن يكون هنالك أغنياء في الدنيا إلا ممن يصنع المعرفة. ومن الآن نعرف الآن نحن أن أغنى أغنياء العالم هم صناع المعرفة الذين اخترعوا الاختراعات المعرفية. وكل ما تحتاج الاختراع المعرفي هو صف كهذا. لا تحتاج لا موازنة ولا دعم حكومة ولا سكولرشيب ولا رعاية. فقط تحتاج أن تحظى بمثل هذا الصف لتخترع مثل جوجل ومثل فيسبوك ومثل كل الاختراعات الرقمية الموجودة في العالم. هنالك تسونامي يواجه التعليم كما قال رئيس جامعة هارفارد ورئيس MIT. هذا التسونامي سيمسح المؤسسات التي لا تتحول إلى التعليم الرقمي. رئيس إيتون وهي من الكليات الأهم في العالم يقول في المستقبل ليس هنالك حاجة لصفوف ومدرسين، الطلبة سيدرس بعضهم البعض، ويكون الأستاذ دوره هو الموجه وليس الملقن، دوره تك أدفايزر أو فاسيليتيتور. إنما يقول حتى أكثر من ذلك في تصريح جديد له من أسبوعين، يقول أن سنقفل الكلية وسنبقي فقط سكن الطلبة ليدرس الطلبة مع بعضهم وهم يسكنون وهم يأكلون وهم يتحدثون في غرفهم وفي قاعات السكن، لأن التعليم سيكون تعليم متبادل من الطلبة فيما بينهم. والطلبة هم الآن هم ما يسمى المواطنون الرقميون. الاتحاد الدولي ITU International Telecommunication Union يعد سنويا إحصاء بعدد الطلبة أو المواطنين، يسميهم Digital Citizens وديجيتال إيميجرانتس. الإيميجرانتس من أمثالي الذين دخلوا عصر المعرفة متأخرين، أما الذين ولدوا مثلكم في عصر المعرفة هم المواطنون الرقميون في هذا العالم. فأنتم متفوقين ومحظوظين أكثر مني، والله أنعم عليكم بما لم ينعم عليكم. إحنا في جامعة طلال أبو غزالة نموذج بهذا الأسلوب، ونرى أن فيه هو المستقبل. في دراسة أمريكية في عام 2020 80% من جامعات أمريكا لن يكون فيها كامبس ولا صفوف، ستكون كلها صفوف ذكية كهذا الوضع. إحنا بإذن الله هذه هي مرحلة قيادية كما ذكر، هي بايلوت. إحنا نقوم فيه هذه التجربة، وحسن الحظ أن وجدنا هذه الرعاية الملكية السامية التي شجعت على هذه المبادرة الجديدة من نوعها على مستوى الوطن والمنطقة. الصف الذكي هو أسلوب المستقبل في التعلم بدل التعليم. هنا نحن نتعلم وليس يعلمنا أحد. التقليد اللي أنا عشت فيه كان الأستاذ يعلمني. هنا الطالب يتعلم